مشاهدي قناة الحوار التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الحوار الاقتصادي. مجلة ليدرز قدمت بعض الأرقام حول الاستهلاك. 20 بيضة و3 كيلوغرام من السكر كان معدل استهلاك التونسي خلال شهر رمضان. بلغ معدل استهلاك السكر سنويا 35 كيلوغرام للفرد الواحد مقابل معدل 12 كيلوغرام في العالم حسب المعهد الوطني للاستهلاك. 130 لتر هو معدل استهلاك الماء الصالح للشراب في اليوم الواحد بالنسبة للفرد الواحد في الفترة بين 1988 و 2011، مع ارتفاع سنوي في الاستهلاك بنسبة 3.5%. في المقابل فإن مبالغ فواتير حوالي 70% من مشتركي السونات لم تتجاوز 7 دينارات. السونات تتحمل اليوم عجز بقيمة 40 ألف دينار ناتج عن تكاليف المد في شبكة الماء الصالح للشراب وفي عدم الترفيع في التعريفة خلال الفترة الفاصلة بين 2005 و 2011. 500 مليون هو عدد علب السجائر المدخنة من قبل التونسيين خلال سنة 2009. 3/4 هذه الكمية كان من منتوجات تونسية والبقية موردة حسب الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد. هذه الكميات المعلن عليها رسميا تم تخفيضها ل 350 مليون سنة 2011 بفعل عمليات النهب اللي وقعت خلال الثورة وتطور ظاهرة التجارة الموازية لهذا المنتوج. في مقال آخر بعنوان مخاطر جدية والإصلاحات الكبرى ضرورية، طرقت نفس المجلة لمشكلة عجز الصناديق الاجتماعية وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللي تفاق معجزه منذ سنة 2005 ليصل إلى 84 ألف دينار سنة 2010 و116 ألف دينار سنة 2011. الصندوق يمكن أن يواجه في يوم من الأيام صعوبات أو حتى استحالة تنفيذ التزاماته تجاه منخرطيه، رغم أن الدولة تبقى الضامنة الوحيدة لديمومة نظام الضمان الاجتماعي. والسؤال المطروح اليوم يتمثل في معرفة هل أن الحكومات اليوم مستعدة باش تراجع سن التقاعد إلى 65 سنة أو على الأقل إلى 62 سنة. مجلة لومانجير ضمنت مقال بعنوان النساء أصحاب مؤسسات، المرأة التونسية قوام المجتمع. المقال عرج على المردود الاقتصادي الهام للمرأة صاحبة المؤسسة. 18,000 صاحبة مؤسسة تنشط في تونس إلى غاية سنة 2010 من خلال دراسة أثبتت أن المؤسسات اللي تترأسها نساء تتميز بحوكمة ومردودية مرتفعة. المرأة تشغل في جميع القطاعات كالبيوتكنولوجيا والنسيج والنزل والإشهار والإعلام والصناعة والكيمياء والتجارة والميكانيك وغيرها من القطاعات الأخرى. مرحبا بكم مجددا مشاهدي قناة الحوار التونسي إلى برنامج الحوار الاقتصادي. ساعات قليلة ما زالت تفصلنا على العودة المدرسية، هي مناسبة تربوية ولكنها كذلك في مجتمع استهلاكي كالمجتمع التونسي تمثل مناسبة استهلاكية بامتياز. ولما نتحدث على الاستهلاك نخبو في المواطن التونسي كمستهلك، في جيبه، في جودة المنتوجات اللي يتولى استهلاكها، في وفرتها كذلك. ولما نتسألوا على هذه المشاغل ونطرحوا مثل هذه التساؤلات نتوجهوا إلى مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية اللي مشكورة أكيد عمل جبار تقوم به وما تبخلش على الإعلام دائما بالمعلومة من هذا الجانب. هذاك علاش باش نلقاو في العديد من المناسبات وفي مثل هذه المناسبات الاستهلاكية على الأقل في برنامج الحوار الاقتصادي ممثلي وزارة التجارة حاضرين معنا في برنامجنا لتقديم توضيحات أو إرشادات حول المسائل المتعلقة بالاستهلاك من قبل المواطن التونسي. يحضر معنا للمرة الثانية في برنامج الحوار الاقتصادي السيد خالد بن عبد الله مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية. مرحبا بك سي خالد. بك شكرا لك مرة أخرى على قبولك الدعوة وعلى يعني التعاون بين مصالح وزارة التجارة اللي ياسر يعني نقلقوا فيها شوية نجم تقول الإعلام هلا يميت خاصة في طلب المعلومة، ولكنها ديما برحاب تصدر ومتعاونة مع الإعلام. مع شكر مجددا. العفو. استعدادات وزارة التجارة لهذه المناسبة العودة المدرسية من وقتش بديت؟ شكرا على الاستضافة هذه، إن شاء الله يكون سنة دراسية والجامعية هذه تكون مباركة ومكلة بالنجاح لكل أبنائنا في تونس. الاستعدادات للعودة المدرسية يمكن تظهر غريبة شوية، هو أنه تقريبا ما تتوقفش،
لأنها تتقطع لمدة قصيرة جدا، اللي هي تتعلق بشهر تقريبا لواكب العودة المدرسية منذ انطلاقتها، وتستأنف بعد الشهر هذاك للتحضير للموسم الدراسي والجامعي الموالي. يعني تقريبا احنا نتمنى إن شاء الله على العودة المدرسية هذه بالنسبة للسنة 2012-2013، وسنشرع بإذن الله ابتداء من بداية شهر أكتوبر في التحضير للسنة الدراسية والجامعية الجديدة 2013-2014. فالاستعدادات تكون بصفة مبكرة، لأنها استعدادات متشعبة فيها العديد من المتدخلين، فيها العديد من الالتزامات اللي يلزمها تكون واضحة ومدروسة وبصفة مسبقة باش تكون البرمجة على أسس صحيحة وننطلق فيها برؤية واضحة. أكيد أنه إذا بديت الاستعدادات يعني تهتم مصالح وزارة التجارة بعديد النقاط، ماذا بينا كن نعرف سي خالد ماذا ستشمل الاستعدادات، وما هي يعني المنتوجات التي ستهتم بها وزارة التجارة من حيث تحضيرها، يعني من حيث الوفرة ربما الأسعار للعودة المدرسية؟ هو في البداية العودة المدرسية دائما تكون وفق معناتها نظرة تضبط الخطوط التوجيهية للعودة المدرسية، وعادة ما الاستراتيجية اللي نقوم بها لتنظيم العودة المدرسية تكون في إطار مدروس بعد عرضه على جلسة عمل وزارية يتم تنظيمها في كل سنة، تضبط الحاجيات والاستعدادات وكما قلت الخطوط التوجيهية باش ان شاء الله في كل موسم نشحوا المناسبه هذه. بالنسبه للعوده المدرسيه نتاع الموسم هذا 2012 2013، ثم جلسه عمل وزاريه التأمت في تاريخ 13 فيفري، تلاحظها ان بصفه متقدمه 13 فيفري 2012 للعوده المدرسيه هذه، وضبطت جمله من التوصيات وجمله من التوجهات اللي نجموا نحوصلوها بالاساس في الإسراع في القيام بالاستعدادات هذه باش نتجنبوا كل تأخير في جهوزية العناوين والكراس اللي تم استعماله في جميع المراحل الإعدادية والثانوية والابتدائية. والاستعدادات هذه تضبط أيضا توجه في ضبط التسعيرة متاع المواد هذه في اتجاه المحافظة عليها أو مراجعتها إذا تضح أنه من الأجدى مراجعتها، والتوجهات هذه أيضا تضبط الكميات من حيث الورق اللي يتم استعماله لتصنيع سواء الكراس المرقم أو الكتاب المدرسي. في السنة هذه تم رصد 5000 طن من الورق لصناعة الكتاب المدرسي و 6000 طن لصناعة الكراس المدعم، وتم إقرار المحافظة على أسعار الكراس المدعم والكتاب المدرسي بالطبيعة. وكما قلت لك الانطلاق تم بصفة مبكرة وإن شاء الله العام الجاي مش يكون بصفة أبكر. إذا الاستعدادات إذا شملت الكراس المدعم عناوين الكتب وكذلك المخزونات، نجمش تعطينا يعني بأكثر ربما دقة أو أكثر تفاصيل كيف سيكون المخزون من حيث الكتب والكراسات أو كيف كان وسيتواصل، لأنه أكيد أنه تحضيرات للعودة المدرسية ما تقفش ليلة العودة المدرسية، الإقبال على المنتوجات هذا باش يتواصل المدة طويلة يعني بعد العودة. فما هو وضع المخزون بالنسبة للكراس والكتاب والعناوين وكذلك بالنسبة للوازم المدرسية، وكيف تتدخل وزارة التجارة لضمان حتى الأسعار والجودة؟ هو أول شيء يلزمنا نشير الحاجة هو أن وزارة التجارة ما هيش الوحيدة اللي تنشط في المجال هذا، هي الدور نتاعها الأساسي هو دور تنسيقي، يعني هي تحاول توفق بين جميع المتدخلين في الموسم هذا، والمتدخلين هذوما بالأساس المركز الوطني البيداغوجي والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وتجار الجملة والتفصيل للمواد المكتبية والمهنة الممثلة في عديد الهياكل المدخلة في القطاع هذا. فوزارة التجارة متاحة بتبع وزارة التجارة لا تصنع ولا تبيع، ولكنها تقوم بعملية التنسيق بين جميع المتدخلين هذا باش تكون التزويد حالة التزويد في السوق تضمن توازن السوق حاجة هامة. فإذا نرجع للأرقام
اليوم عندنا حسب الإحصائيات نتاع المركز الوطني البيداغوجي عندنا 248 عنوان بالنسبة للكتب المدرسية، جاهزين في حوالي 12.7 مليون نسخة، جميع العناوين متوفرة. يعني أشكون إن شاء الله طمنا على العودة المدرسية، ما عندناش حتى إشكالية، جميع العناوين تم طبعها بالأعداد الكافية متوفرة. وبالنسبة للكراس المدرسي يتم هو بالأساس على مرحلتين، عندنا مرحلة فيها تاريخ أقصى نربط به احنا رواحنا كوزارة التجارة نقيس به مدى استعدادنا، وعندنا مرحلة لاحقة. بالنسبة للمرحلة الأولى هي تتمثل في 15 سبتمبر تاريخ ابتداء السنة الدراسية حسب ما اعتاد عليه التنظيم في وزارة التجارة وحسب الإحصائيات القديمة، يلزم يكون عندنا في التاريخ هذا تاريخ انطلاق السنة الدراسية باش تتم السنة الدراسية على أحسن ما يرام، يكون عندنا على الأقل ما قيمته 20 مليون كراس جاهز. الحمد لله الرقم هذا وصلنا له، يمكن حتى فتناه. وكما قلت أنت السنة الدراسية ما تقتصرش على الأسبوع أو الأسبوعين اللي يسبقوا ويلحقوا تاريخ بداية السنة الدراسية، وإنما تتواصل. هذاك علاش تم 10 مليون نسخة أخرى من الكراس يتم طبعها على امتداد فترات السنة في انتظار الوصول إلى السنة الدراسية الموالية. يعني بلغة الأرقام احنا في الاجال وفي الكميات المطلوبه الحمد لله، ان شاء الله معناتها ما نلاحظوش حتى نقص وفي حتى جهه وفي حتى ماده وفي حتى عنوان من العناوين. وحتى كان ثم بعض النقص الملحوظ في بعض الجهات احنا نحاول نسقه على امتداد ايام العمل مع الجهات ولا في الجهات مع الادارات الجهويه ومع المركز الوطني البيداغوجي باش البيداغوجي باش معناتها ما نخليوش يكون ثم حتى نقص في اي ماده في اي جهه من الجهات. وعلى ذكر النقص يا خالد، تداولت في عديد وسائل الاعلام حتى قبل هذا التاريخ يعني تصريحات من قبل المواطنين انه من جهه يعني وزاره التجاره تؤكد على وفره وتاكيد يعني طبع جميع العناوين بالنسبه للكتب وعلى وفره الكراسات بالكميات اللازمه، ولكن المواطن او اصحاب المكتبات يقول لك التوا الى غايه هذا التاريخ نحس انه فما نقص يا اما في الكميه او في العناوين. هل من طرف اجنبي او ثالث يعني في هذه الحلقه يعني التجاريه كما عهدها المواطن التونسي، اي مصالح اللي تتولى طبع المركز الوطني البيداغوجي والمزودين والمكتبات، هل من طرف ثالث يتولى خلق نوع من يعني من زعزعة هذا التوازن في حلقة التزويد؟ هو احنا في الاعداد للعودة المدرسية حاولنا انه يكون عندنا لقاءات منتظمة تقريبا كل اسبوع، كل اسبوع بدون انقطاع. عندنا مدة الاشهر اللي فاتت الكل تقريبا بصفة دورية كل اسبوع نجتمعوا جميع الاطراف المدخلة، كما قلت المركز الوطني البيداغوجي، الشركة الوطنية لصناعة الورق، وأهل المهنة ممثلين في الهيكل النقابية اللي تمثلهم. وتقريبا ما كان ثم حتى معناتها طلب أو تلميح لوجود نقص حاد، حتى كان ثم في بعض الأحيان كان نقص في صنف معين من الكراسات صنف 12 أو 24 أو 48 أو 72. حاولنا حسب الطاقة الإنتاجية للمعامل المتعاقدة مع المركز الوطني البيداغوجي أنه نطوعوا الطاقات الإنتاجية متاعهم على ضوء الاحتياجات متاع السوق أو على ضوء ما تم رصده من نقص في بعض العناوين أو في بعض الأصناف من الكراسات. فكنقص معلن أو كنقص معناتها عنده تأثير على عملية التزويد وعلى انتظامية عملية التزويد في السوق ما ثمش. أما إذا كان ثم بعض المحاولات الاحتكارية على غرار بقية المواد الاستهلاكية الأخرى، ما نتصورش أنه بدرجة أنه أثر على 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 السير العادي للسوق، على التزويد العادي للسوق. خافوا أنه مثل هذه الممارسات تلحق كذلك قطاع حساس كما تجارة المواد المدرسية ولوازم المدرسية. إن شاء الله ما ثمش في المواد المدرسية بحول الله. أطمنا على العودة المدرسية إن شاء الله ما عندناش نقص في حتى مادة. وحتى كان كما قلت لك احنا على تواصل مستمر مع الهياكل في الجهات، اذا كان ثم اي نقص في اي ماده مستعدين باش ندخلوا انه الجهات المعنيه توفر الكميات اللي لاحظ فيها نقص.
ربما الحلول هي سخانات متوفرة لمجابهة يعني النقص في المواد، ولكن الحل يكون أصعب في مقاومة ظاهرة اللي هي تفشيت في عديد يعني القطاعات، ظاهرة تجارية صرفة وهي التجارة الموازية اللي مع الأسف شملت كذلك قطاع المواد المدرسية. مانيش باش نسأل على ظاهرة يعني تجارة المواد المدرسية المواردة واللي معروف أنه كلفة الإنتاج متاعها منخفضة ياسر، واللي عندها بتبيع دخولها إلى الأسواق التونسية تتباع كذلك في الأسواق الموازية بأثمان يعني زهيدة جدا، حتى أنه يعني شريحة معينة من المواطنين التونسيين أصبحت تقبل عليها وهي واعية بتدني الجودة متاعها نظرا إلى يعني انخفاض المقدرة الشرائية متاع المواطن وتزامن ربما العودة المدرسية مع موسم الصيف وعديد المواسم الأخرى كشهر رمضان وقريبا ربما العيد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. إذن باش نسأل أكثر على المنتوجات اللي هي من منشأ تونسي، يعني هي منتوجات تونسية صرفة في العادة يعني نلقاوها كان في المكتبات، ولكن توا نلقاوها في العربية المجرورة، نلقاوها في مواقع يعني التجارة الموازية في الأسواق. شو اللي يفسر أنه المنتوج التونسي أصبح كذلك موجود نفس الكميات يعني منه نفس النوعية نلقاوها في السوق الموازية وبأثمان يعني أقل أهمية من اللي هي موجودة في المكتبات؟ هذا من شأنه بالطبيعة أنه يضر بالتنافسية الحرة يعني والمشروعة في هذا القطاع. كيفاش تعلق سي خالد على هذه الظاهرة؟ هو القطاع بيع المواد المكتبية والمدرسية بصفة عامة يخضع لكرة الشروط، يخضع لكرة الشروط تم إقراره منذ سنة 2004، وعدد ناشطين في القطاع هذا سواء في طور الجملة أو في طور التفصيل، يعني تجار جملة ولا تجار تفصيل، يتجاوز 6500 مكتب عندنا في تونس. بالطبيعة كأي نشاط آخر ثم فئة من المتعاملين الاقتصاديين اللي ما ينضبطوش بمستلزمات ولا مقتضيات كراسات الشروط هذه، وينتصبوا بصفة غير قانونية بدون مراعاة الشروط المنظمة للنشاط هذاك. وهي عملية حسابية، ما التفسير متاعها مش صعيب كيف لاحظوها، وهذا يسري على بقية القطاعات الأخرى الكل. معناتها هي حقيقة تتعلق بجميع الأنشطة الاقتصادية، ما هيش حكر على يمكن جديدة، مش حتى حكر، هي جديدة على قطاع المواد المدرسية. المدرسية. كيف يبدأ شخص يمارس في نشاط بصفة قانونية يعني يلتزم بمقتضيات كراسات الشروط؟ كراسات الشروط هذا يضبط معايير دنيا متاع مستوى تعليمي معين، يضبط معايير دنيا متاع توفير الشروط يلزمها تكون موجودة في محل ممارسة النشاط، ويثبت أيضا معايير دنيا أخرى فيما يتعلق بممارسة نشاط اقتصادي معين، من توفير التصريح بالوجود نسميه احنا باتونت، وتصريح بالعوان اللي يمارسوا النشاط في إطار صندوق الضمان الاجتماعي CNSS. فكما قلت بعملية حسابية بسيطة، إذا كان الشخص ما عندوش الضغوطات هذه الكل، ما عندوش المصاريف هذه الكل، وضمان اجتماعي، ففي كل بطبيعة الحال مع المنتوجات اللي مش يعرضها مش تكون أرخص، وينجم حتى يسمح نفسه بهامش ربح أقل حتى من إضافة إلى هامش الربح اللي اكتسبه بصفة غير شرعية، ينجم يسمح نفسه بهامش ربح لأنه المصاريف أقل، لأنه مصاريفه أقل، مصاريف نشاطه. فما نجموش ننظروا لها كظاهرة خاصة بقطاع بيع المواد المدرسية، هي ظاهرة عامة خاصة بجميع القطاعات الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية. للأسف هذه معناتها موضوع يلزمه دراسة ويلزمه رؤية جديدة ويلزمه معناتها استراتيجية كبيرة، وبالطبيعة الدولة ساعية أنها تحاول تحتوي الظاهرة هذه متاع التجارة الموازية في جميع القطاعات، مش قطاع التجارة متاع المواد المدرسية بصفة خاصة. سي خالد، ربما العودة المدرسية على هامش أو على هامش العودة المدرسية مصالح وزارة التجارة أكيد باش تتفطن أنه عديد المنتوجات الأخرى من غير يعني المواد المدرسية قد تشهد كذلك إقبال كبير من قبل المواطن التونسي أو المستهلك التونسي، اللي باش نعطيه يعني صفة المستهلك بامتياز خلال هذه الفترة. تقول المواد الغذائية أكيدا والعودة المدرسية كذلك تحمل في طياتها إقبال كبير على استهلاك المواد المدرسية المواد الغذائية.
يعني من قبل المواطن التونسي كمستهلك فردي داخل عائلته، ومن قبل العديد المدخلين الاقتصاديين الاخرين كالمطاعم يعني المبيتات، يعني باش يكبر ربما الاقبال على المواد الغذائيه. شنو الاستعدادات اللي حضرتوها لهذه المناسبه؟ والله هو العودة المدرسية السنة مش تكون متزامنة مع العودة زادة بالعمل نظام الحصتين. ثم عديد الأنشطة مش نشوفوا فيها حركية أو استرجاع حركية جديدة، كما المطاعم الخاصة أو المطاعم في المركبات الجامعية، كما لي كونتين في رياض الأطفال وفي المدارس الإعدادية وفي بعض المدارس الثانوية. هذا كله نشاط يواكب العودة المدرسية، وسنا بصفة خاصة كما قلت مش يواكب أيضا الرجوع للعمل بنظام الحصتين. ثم جملة من المنتوجات والبضائع اللي يتم الإقبال عليها في الإطار هذا، وحاولنا في وزارة التجارة أنه تكون عندنا نظرة استباقية للتطور الإقبال على المنتوجات هذه، مش نحاولوا إن شاء الله نضخوا الكميات اللازمة من المنتوجات هذه في الأسواق. وضبطنا شنو المواد اللي نتوقع أنه مش يصير عليها إقبال بنسق أرفع بمناسبة العودة المدرسية هذه، وإن شاء الله تكون متوفرة في الأسواق ما بصفة مدروسة، ما احناش مش نلاحظ إن شاء الله حتى نقص في حتى مادة، إن شاء الله ما يكون ثم كان معناتها الكميات متوفرة بالكميات أو بالمقادير اللي تفي بالغرض بالنسبة للعودة المدرسية هذه. ربما الاطمئنان على القطاع هذايا باش يخليكم تعملوا بأكثر راحة بالنسبة للاستعدادات لعيد الأضحى المبارك هذاك سي خالد. إن شاء الله. نتوقعوا كلمة أخيرة للمستهلك التونسي داخل هذه الحلقة، يعني المتداخل فيها عديد القطاعات والعديد المنتوجات اللي هو أكيد مجبر على الإقبال عليها، كيفاش ينجم يتحكم في مقدرته الشرائية خلال هذه الفترة؟ والله أنا نحب يمكن في آخر هاللقاء أن نوجه معناتها نداء يمكن للمستهلك التونسي وللأولياء بصفة خاصة، وفي الإطار هذا وزارة التجارة ما تنجم كان أنها تعاضد وتساند النداء اللي توجه به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في أنه يتم الامتناع عن اقتناء المواد المدرسية من خارج المسالك المنظمة، لأنه يمكن يكون ثم إغراءات في مستوى السعر، ولكن الإغراءات هذه ما تبررش الإقبال على المنتوجات هذه من المسالك هذه، لأن بصرف النظر على أنها تشجع على نشوء اقتصاد موازي وما يخدمش المصلحة العامة للبلاد، لكن تشكل خطورة كبيرة في بعض الحالات على صحة الوليدات الصغيرات. كان تسمح نعطيك حتى بعض الأرقام، احنا في مستوى المحجوزات إلى حد الآن تقريبا ثم 5300 وحدة تم حجزها غير مطابقة للمعايير الصحة والسلامة وما ترعيش قواعد الاستهلاك في مجال الأدوات المدرسية، يعني كل ما هو موردة من الصين، يعني بعض منها موردة من الصين أو الأغلب منها يمكن موردة من الصين وعندها منشأ ماهوش منشأ تونسي، على غرار الصلصال الباتا مودلي، عندنا أقلام جافة زادة تم حجزها، أقلام رصاص وحتى لي قوم، دونك هذوما كلهم منتوجات تم حجزها ولاحظنا أن فيها معناتها تهديد لخطر لسلامة المستهلك التونسي وللفئة الهشة اللي هي اليوم التلميذ اللي في بعض الأحيان ما تكونش عنده دراية بالمكونات متاع المنتوج هذا، يمكن هو يكون يقبل عليه من غير ما يكون ثم إحاطة من الوالدين. دونك نحاولوا أنه نوجهوا العائلات والتلامذة متاعنا باش أنهم يقتنيوا الأدوات المدرسية متاعهم من الفضاءات المنظمة واللي تخضع لرقابة وزارة التجارة، واللي البضائع اللي معروضة فيها تراعي السلامة والصحة للمستهلك. شكرا لك سي خالد على جميع هذه التوضيحات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله نقدم فيه يعني مجهودات ربما الإدارة في خلال كل مناسبة استهلاكية. مرحبا بك مرة أخرى سي خالد في برنامج حوار اقتصادي.
العودة المدرسية هي كذلك عودة نوع آخر من المؤسسات إلى ممارسة نشاطها. تابعوا مع بعضنا التقرير اخترناه لكم في إطار العودة المدرسية، ونكتشفوا مع بعضنا شنية المؤسسات هذه اللي تستعيد نشاطها مع العودة المدرسية. استعدادات للعودة المدرسية تهم كذلك أصحاب المدارس الابتدائية الخاصة والأولياء اللي درسوا أبنائهم بهذه المدارس. التعليم الابتدائي الخاص أصبح اليوم منتوج يقبل عليه عدد هام من الأولياء نظرا لجودة الخدمات المقدمة، لجودة التعليم، وكذلك للخدمات والأنشطة الترفيهية والثقافية الإضافية واللي يتم تقديمها إضافة إلى التعليم. دونك ليزيكول بريفي ان جينيرال معناها لازمنا نطبقوا البرامج الرسميه بالضبط، مي اون بلوس معناها كونتريرمون او سيكتور بوبليك دونك لازمنا نزيدوا اللغات كيما الانجليزيه والفرنسيه بارتير دو لا كلاس بريباراتوار، وعندنا ان اوتر بلوس اللي هو معناها لي زيليف سونت انيسيي ا لانفورماتيك زيد ا بارتير دو لا كلاس بريباراتوار. Mais bien sûr, suivant les normes, par exemple l'anglais préparatoire, je peux lire avec des cours, avec des cours, avec des oral, des chants, des cantines, des choses. Ou dans la première année, je peux lire avec des On est suivi par le BGHW, ils راقبونا, ils بعثونا, ils تبعوهم في التكوين. معلمينا زيدا معناها يتبعوا في معناها احنا طلبنا peut-être c'est pas obligatoire mais احنا طلبنا من المندوبيه اللي معلمينا يحضروا في الدورات التكوينيه. نجم نفسر اقبال معناها الاولياء على المدارس الخاصه على خاطر الاولياء توا اون جينيرال بيان سور البو يخدم والام يخدم دونك يباس toute la journée في الخدمه نتاعهم، دونك ماذا بيه ولده يحطوا في بلاصه اللي يقرا فيها او ميم طون يتهنى عليه. بيان سور احنا زاد معناها لي زيكول بريفي عندنا دي سيرفيس اخرين كيما لا كانتين كيما بانيي زاد نجم يجيب فطور ويفطر لهنا، نجم يرتاح غاردوري ابري ميدي غاردوري ماتان دونك نجم يجي من 7 نتاع الصباح يقرا ومن بعد يفطر يرتاح يعمل اكتيفيتي اونتر ميدي و 2 بعد يرجع يقرا، والعشيه غاردوري دونك نهار كامل موجود سور بلاس. من ناحيه جوده التعليم bien sûr معناها في لي زيكول بريفي صاحب المؤسسه ولا المديرين المدير ولا المتفقد ولا لي ريسبونسابل يكونوا حريصين برشا على التلامذه، يكونوا حريصين برشا على الساده نتاعهم خاطر هذيك مسؤوليتهم وهذاك اسمهم وهذيك سمعتهم. دونك نرى اللي الحرص هذاك هو اللي يخلي المادة التعليمية أحسن، خاطر هما المعلم قاري هنا ولا معناه باش يقري في البريفي ولا باش يقري في الاتاتيك هي نفس لافورماسيون اللي ماخذها، مي في البريفي مادام هو مراقب برشا معناها وعليه برشا كونترول ويتبعوا فيه برشا دونك يولي يقدم حاجة خير. زاد المعلم في البريفي ما يغيبش مثلا، ما عندوش الحق يغيب بيان سور في حالات قصوى نتاع مرض نتاع حاجه، زاد كان غاب المعلم في بريفي ما تنجموش احنا نقولوا للتلميذ روح راك ما تقراش اليوم، معناها لازمنا نلقاو حل ولازمو يقرا نهارتها. فيما يتعلق في الكلفه معناها في التاريف نتاع المدرسه، صحيح ينجم الولي يقول اللي هما مثلا غاليين شويه بارابور باللي يدفعوا ولي في مدرسه عموميه، مثلا معلوم الترسيم في مدرسه عموميه يكون معلوم رمزي، لكن في مدرسه خاصه باش تظهر له اللي الكلفه باش تكون كبيره. هي فيما يخص التعليم وحده معناه انه يقرا ويروح على روحه تتسمى ماهيش غاليه برشا بارابور توا مثلا في السويم نتاع لي جاردان دونفون نتاع سي بريس كيفا ولي سيرفيس الاخرين بوتيتر هما كي سون اسي شير على خاطرهم معناها كي سون با اوبليغاتوار، معناها فما ولي اللي يقدر يعمل اللي ما يقدرش ما كيما لا كانتين مثلا، مش كل ولي مجبر باش يحط ولده في المطعم المدرسي، ومش كل ولي مجبر زاده باش يخليه مثلا في الحراسه نتاع لابريميدي ولا نتاع الصباح، معناها هو حر. هذوكم حاجات زايدين نقدموا زاده تسهيلات مثلا للولي حسب ظروف الموظف التونسي ولا حسب ظروف التونسي بصفه عامه، يعني فما تسهيلات في الدفع، ينجم يقسم، ينجم مش معناها لازم يدفع الكلفه الكل مع بعضها، فما معناها تسهيلات لحالات، وفما اللي
قادر معناها ربي يزيد ويجي يقول لك لا نحب نخلص عام كامل، نحب كل شيء، كل واحد وظروفه. علاش اخترت التعليم الابتدائي الخاص لأولادك؟ الله يظهر لي المستوى معناتها يكون اقوى تاع التلميذ، وانا اول وحده قيدت هنا بنتي وجربت السنه التحضيريه نتاعها في المكتب هذا، عجبني المستوى نتاعها معناتها من السنه التحضيريه تبارك الله ولات تعرف الحروف كل بالعربي وبالسوري زاد، دونك كملت وتوا هي نشأة سنه ثانيه مونسيون 18.30. يتعلق بالاطار التربوي في المدرسه هذا كنت حدثني عليه. والله واحد كي باش يختار المؤسسه التربويه يشوف الاسامي نتاع المعلمين معناتها والناشر بالكلام سو ليكسبيريونس نتاعهم، فهمت؟ دونك المعلمين هنا عندهم مستوى باهي وبطبيعه الكلام ده باش يكون عندهم مستوى باهي. بل التعليم الابتدائي الخاص بصفه عامه يعني علاش التكلفه نتاعو اكثر من التعليم العمومي؟ نصور معناتها ثم تركيز اكثر على الكلام ده وثم نشاط اكثر وثم مستوى احسن نتصور هكا. السلام. انت جيت باش ترسم اليوم قريب ترجع تقرا؟ اي. تعجبك المدرسه؟ اي. شنو هي الانشطه اللي تعملهم فيها؟ رياضه وعالميه وعربي وفرنسي. تحب الدراسه متاع اللغات؟ اي. شنو هي اللغه الاجنبيه اللي تعجبك؟ فرنسي. باهية في الفرنسي؟ والمعلمين باهينا؟ اي. نيفو باهي برشا ومستحفظين على الكلام ذا بالكدا. في ختام حصة اليوم من برنامج الحوار الاقتصادي نتمناو لأبنائنا عودة مدرسية موفقة وبالنجاح إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى لقاء اقتصادي آخر. إلى اللقاء.